هذا اللقاء كيجي قمنا به، عقدوا الاتحاد العام للمقاولات والمهن فيما يخص الاغلاق ديال الحمامات في مدينه الدار البيضاء. هذا اللقاء كانت غادي دار واحد الوقفه احتجاجيه في ولايه الدار البيضاء، امام ولايه الدار البيضاء. فضلنا نظرا لاحترام التدابير الاحترازيه وحالات الطوارئ، فضلنا باش نقوموا هذا اللقاء، واحد اللقاء هنا في القاعه في المركزيه ديال الاتحاد العام للمقاولات والمهن. هاد الناس هادو ديال ارباب الحمامات اللي مسدودين هذه واحد السنه مع الاسف، من شهر مارس وهما سادين، والشغيله ديالهم اللي كتعيش واحد الحاله مزريه، حيت الناس مساكن ما لاقيين تم ياكلوا. جاو كيعبروا على 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 المشاكل ديالهم، وتقدمنا كاتحاد العام للمقاولات والمهن فيما يخص مقترحات ديالنا، والمكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن الارباب الحمامات، تقدمنا بمقترحات رئاسة الحكومة والسلطات المحلية فيما يخص هذا الإغلاق ديال الحمامات اللي تضرر به كثير 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 هاد الناس ديال الحمامات، والكثير منهم إما فلسوا ولا حافة الإفلاس. ونزيد أكثر من هاد الشيء، هذا الشغيلة ديالهم مساكن مناقين تم ياكلوا. مع الأسف الحكومة لم تستجب لنا. زيد على أضيف على ذلك، مؤخرا رئيس الحكومة في حالة الطوارئ اللي خرج فيما يخص مدينة الدار البيضاء، من 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 القطاعات ومن سميتو اللي خصها تبقى مغلقة هي الحمامات، أكد عليها خصها تبقى على الإغلاق ديالها، وهذا مع الأسف كيضر هذا القطاع هذا وكيضر به كثير. هذا اللقاء قمنا به باش نأطروا باش نتصنتوا أصوات الناس ونوصلوا لهم الصوت ديالهم ديال الاخوان ديال الحمامات ارباب الحمامات. كنتمنى الحكومه تستجب لنا. واضيف على ذلك من غير ديك الشيء، هذا المواطن المغربي البسيط فين كيغسل؟ راه كيغسل مسكينه في الحمامات. راه هذه اليامات دارت واحد الحمله فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي كيطالبوا بفتح الحمامات باش يمشيو المغاربه يغسلوا. نعم استحملنا. نتمنى بعض الجمعيات استحملت اتصلوا بالسيد العامل وقالوا له بانه شي ناس ساكن غير في البيوشه وراه شحال هادي ما تحموش مده طويله ما تحموش تحمل. هذه حقيقه. السلطات المحليه ديال الدار البيضاء مشكوره دافعات في هذا الاطار على باش يتحلوا الحمامات. عده عمال في مدينه الدار البيضاء دافعوا، وهذا الشيء وصلني الخبر وصلني بان عمال صاحب الجلاله في مدينه الدار البيضاء دافعوا باش الناس يتحلوا الحمامات، ولكن مع الاسف هذا قرار من رئيس الحكومه، موقع من رئيس الحكومه هو اللي كيقول بان الحمامات خصها يضل الاغلاق ديالها تبقى الاغلاق ديالها. كاين الحمامات اللي قلت لك مسدين هذه من شهر مارس وهما سادين. نعم هذه عام وهما سادين ما حلوش. نعم الناس شنو غادي يديروا؟ نعم فين يمشي؟ هادو راه مقاولات صغرى وجد صغرى. نعم صحيح. غادي يفلسوا، غادي حافه الافلاس، واللي فلس راه فلس. افلاس نعم. وشحال كيشغلوا؟ شحال كيشغلوا؟ راه كاين 4000 حمام. نعم 4000 حمام، شحال فيه من اسره وشحال فيه من شغيله؟ ضرب هذا الشيء هذا. راه الناس هادو راه ما لقين تم ياكلوا، شحال من اسره؟ غدا الحافات الفقر كلهم ضعفاء استحملنا. مع الاسف نتمنوا الحكومه والسلطات المحليه تستجب لهذه المطالب ديال هاد ارباب الحمامات وهاد الشغيله ديالهم. السلام عليكم. شكرا 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 على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.